بين السينما والمسرح، بمعنى هل قدرات الممثل المسرحية تضاهي قدرات السينمائية؟ إلى أي حد يستطيع الممثل أن يطبق ما تم تعلمه في الميدان المسرحي في السينما؟ أيضا إلى أي حد يمكن الفصل بين ما سيؤديه الممثل في المسرح وفي السينما أيضا؟ دونك هو النقاش غادي يكون مفتوح للجميع ان شاء الله، و ان شاء الله نخلي الكلمه للضيوف طبعا باش يجيو يدربهم في هذا النقاش ان شاء الله. نبداو مع سيدنا حسن العطار. السلام عليكم. هذه حركه درايه تتبع الاعداد المسرحي والسينمائي. شكرا سي ياسين، شكرا اخ نوال. هو من البديهي أن المسرح ليس هو السينما، فليس غريبا أن نقول بأن الممثل في المسرح ليس هو نفس الممثل في السينما. الممثل في المسرح فهو شخص السينما مقبول منه الخطأ، مقبول منه الخطأ لأنه يمكن أن يعاود
الكونتراكسيون اللي انما في المسرح لا المسافة كيقطعها كطير بيه في أزمنة كتحول من مدينة لمدينة كتصور تصوير داخلي تصوير خارجي تصوير في جوجو تصوير في النهار واحد في الشتاء واحد في الخريف المسرح لا بصح كلشي خصو يلعبو هو ويلعبو لي زوبجي لي كتتبين في الورق ديالو ويلعبو بلا ليميير لي كتعطاه ويلعبو بلي زابي ديالو أو لو ديسكور ديالو ولا الحديث اللي عندي هو شيء سهل بس الانسان يكون في السينما اكتر يجيبو في المسرح ويعطيني داك الشيء اللي بغيت من المسرح بالعكس اللي في المسرح نلقاو عندهم تعديلات اللي تخليه يعطينا اش بغينا منو في السينما كيولي خصو غير يتادابا مع التقنيه قريب يعني ديك لادابتاسيون سا دوموند بون كرون شوز سا دوموند بون واحد الوقت اختيار لان كتشرب كتعطيه غير المسميات الكادر غير المسميات الكادر الكادر راه فيه فيه حتى في المسرح راه هو فواحد الكادر اللي هو محدود ما خوض لانه في المسرح مثلا هو ممثل كيكون اكثر حركيه اكثر من دفاعيه. اش قلنا احنا؟ قلنا هو بلي بري باش يعطي في السينما. ولكن يقدر ما يلقاش راسو يلقى راسو مقيد في السينما ويلقى راسو ما كيعطيش. لا لا كنناقشوا الممثل ما بين هذا الوضع وهذا الوضع. يعني في المسرح راه عنده ضغوطات وعنده بزاف ديال الجمهور تاعو. بينما في السينما راه عنده الحريه. لا يمكن يعاود لاكسيون. إلا ما قلتش ليا كنجيبو ليه أن دوبلو ولا يدينا، بينما في المسرح لا، فهنا أنت على الجمهور، أي خطأ كترتكبو كيتحسب ليك مدى الحياة، أو كيتحسب العمل اللي أو لا المخرج أو لا، أنا ما عندوش. سي حسن هو واش هاد المسألة واش هي مطلقة ولا نسبية؟ مثلا واش أي واحد داز في المسرح واش المسألة يعني مسلمة كما كنقول واش غادي توفق في السينما أو لا هي حالات معزولة مثلا وكاين اللي ما يقدرش يتوفق في السينما واخا هو مسرح. أنا غير كنتسائل معاك. لا أنا دابا ننسى خلي الحوار يبقى بيني وبينك غير باش تكون عندك جمعية. أنت دابا كدير الإخراج في المسرح. تخلي أنا نلعب لك دور تخلي الصوت. الوقت اللي غادي معايا قليل مقارنة مع غادي تضيعوا مع واحد في السينما قليلة عليك باش نقول إلا ما كانش عنده مؤهلات إلا ما عندوش هو ما لعبو وما عطاتش من نفسه بينما التمثيل كلنا ممثلين غير هو باش نعطيك شي حاجة اللي هي ارتستيك فهمتيني اللي فيها ضوابط محكومة ماشي الشخصية المكتوبة ماشي الشخصية الطبيعية هنا فين أنا خصني نتأقلم لما تقول لي العب دابا دور ديال ما راه ندير قول لي صحيح راه نديرها ولكن هادشي فوالا كتشخص ما مطلوبش مني هادشي بينما في السينما جايز انت اش كتقول اختي اللي ما صدقش راه دير عاود 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 الصوت وهذه السي حسن اللي تكلم عليها اللي تكلم عليها المخرج الروسي ستانيسلافسكي كيهضر في القواعد ديال اعداد الممثل كيقول لك المعايشه الصادقه للدور هي اللي كاينه في المسرح ما كنلقاوهاش بعض المرات في السينما كيجي لنا الله بحال كيمثلوا علينا ماشي كيشخصوا الادوار دابا الله يرحم والديك شتي في السينما تقد تقرا النص ولا فيلم تعرفوا هو غادي لقطات اللي غادي يوقعوا لزاد سيماجيين ما تصورهمش ما تبروجوطاوش عندك تاهو تصور الحدس ديالك تحضرهم لا في التمثيليه فهمتيني
ولا في فيلم سينمائي ولا في شريط تلفزيون. يعني غير لي كور ميتاج واخا الظل تحسن ما تجيبهاش. من المسرح ما نتسنيش الممثل اش غادي يدير، ما نتسنيش حتى الرد. علاش؟ لان احيانا كيخرج بيك تبعو التصحيح ديالو يقول لك غير ضحك. وهاد القضيه بطبيعه الحال تكلم على الاستاذ العطاري، ان هو اكثر بحال سلم التلاتي عرفات الساحه ديالتها تفضيله ديما تسمع ديما ممثلة خدات جوائز كثيرة في منطقة حيفا، منطقة حيفا في فلسطين. كيفاش هاد عند الايديولوجية اليسارية والاشتراكية كيفاش تستطاع أنها تعرف في العالم بالأفلام ديالها وصفات الأفلام ديالها في منطقة حيفا منطقة فلسطين؟ كيفاش قررت لعب مجموعة من الأدوار نظرا أنها بدات بالمسرح بالمسرح وعطات السينما ولكن استضفوها مجموعه من القنوات بطبيعه الحال. البدايه ديالها كانت في مسرح الاتحاد منطقه حيفا وعطات مجموعه من الانجازات، لان كيف ما قال الاستاذ حسن عطاري ان التشخيص هو اصلا فيه مجموعه من العمليات اللي كتعطي ان كما قلنا التشخيص هو انه كيعيش الدور كانه واقعي، كيعيشه كانه واقعي. وهاد التمارين كامل، وحتى ان ما لاحظنا ما كان بالنسبه للمعاهد ما كنقولوش معاهد التمثيل، ما كنقولوش معاهد السينما، كنلقاو معهد عالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. يعني ما كيهضروش على التمثيل في السينما، يعني حتى السينما في حد ذاتها كتستافد من الاعمال المسرحيه ومن تقنيات الورشات المسرحيه، لان حتى الاكثريه في المسرح تشخيص المسرح كدور على المسرح الاحترافي كيديروا الورشات، مع العلم ان المسرحيات الغير احترافيه بطبيعه الحال ما كيديروش الورشات، كيقول لك انا عارف انني اعرف ثم يشتغل. اما المسرح كلهم كيلقاو كتلقى ممثل كبير وكتلقاه مازال يزاول الورشات، لان بحال مثل اللاعبين كره القدم، يمكنش لاعب كرة القدم يعطيك واحد المستوى عالي. دابا كنشوفوا مثلا بين قوسين كنشوفوا رونالدو 34 سنة وواحد المستوى عالي. السؤال لماذا؟ لأنه ما زال يمارس التدريب وهو ما يعطيه ما يسمى بالاحترافية. أكيد أن القضية ديال أن المسرح هو الذي يخدم السينما، هذه مسألة أنا بالنسبة لي لا أناقشها، ما عمرني غنقدر نجي نقول ان السينما تخدم المسرح. بالنسبه للاستاذ اش كيبان لك فهاد انت كمهتم كممارس بديت. شكرا نوال وشكرا للاصدقاء على اللقاء الجميل والبسيط والعميق. صعب اننا نتكلموا في هذا الموضوع ديال العلاقه بدون تحديد، لان الزاويه ديال النظر ديال واحد هي اللي كتحدد طبيعه الراي في هذا الموضوع ككل. مادام بدينا على التكوين نستمروا في التكوين. المشترك في التمثيل ما بين المسرح والسينما واحد، وهو لغه الجسد، بمعنى كيف اعبر جسديا. كيبقى الوقوف على الخشبة طبيعة الحال ليس هو الوقوف أمام الكاميرا، الوقوف أمام الخشبة وأمام الجمهور وفي عرض حي ومباشر كاين تأثيرات نفسية، كاين تجربة، كاين خبرة، كاين العرض الأول أم العرض الثاني، كاين مجموعة من المؤثرات، عرض في قاعة كبرى أم عرض في بنية وتجهيزات بسيطة كتختلف على العرض أمام التلفزيون أو أمام السينما عموما. يعني مسألة مسجلة وكتخضع للمراحل ديال المونتاج الى اخره. الممثل الذي يمر هذه بشكل من خلال التجارب، الممثل الذي يمر عبر المسرح بدايه ويشتغل في المسرح بشكل كبير كيكون ناجح، هذا بشكل عام بشكل عام تيكون ناجح في العمل ديالو في السينما. علاش؟
الممارسة والتمرس والحنكة في الأداء وعلاقته بالفريق مع الممثلين من كيف فهم الدور ديالو هو ودور الآخرين إلى آخره. فبالتالي المسألة ديال المرحلة الأولى ديال التكوين بالنسبة للممثل تتمر عبر المسرح اللي هي كما كيتسمى قبل الفنون. قبل الفنون بالنسبة للوقوف أمام الكاميرا مختلف. الوقوف أمام الكاميرا مختلف لماذا؟ لأن أنت تنظر إلى ديك العلبة إلى آخره. فاللغة لغة الملامح لغة الجسد تختلف عن العرض في الصالة. فبالتالي الممثل الذي يستطيع فهم الصورة البصرية أكثر من العرض الآني كيستطيع أنه ينتقل. والدليل هو الأسماء الكبرى دابا لا عربيا ولا عالميا اللي نجحت في المسرح كنلقاوها ناجحة في السينما. فبالتالي المسألة اللي كنعتقد أنا مسألة التكوين، مسألة تكوينية أساسية كما شار الأخ، مسألة تحتاج إلى خلفية فكرية وخلفية عملية احترافية. بالنسبة للتجارب في المغرب، التجارب في المغرب كيبقى بحال المؤسسة الرسمية المعروفة هي لي زاداك مع العالي المسرح والتنشيط الثقافي. هذه هي هو المنبع المهم في المغرب اللي كيخرج سنويا عشرات من الممثلين. طب الحال ما نكروش كذلك باقي الروافد الاخرى كالمسرح الجامعي كالفرق الهوات رغم ذلك، فمره مره كنكتشفوا مجموعه من اضافه للتظاهرات حتى هي كتنتج وكتخرج مجموعه. معكم بزاف هو مساله الاداء. مساله الاداء مهمه جدا. بعض المرات السي حسن كنلقاو ممثل في المسرح كتفرج في العرض كتخرج العرض ديالو ولا الاداء ديالو لاصق لك في الذهن ديالك، يعني كيبهرك الى حد ما. فاش كينتقل نفس الشخص الى فيلم سينمائي او لا كور ميتراج فيلم قصير مستوى كيشهد واحد التدني. هنا غنمشيو لمسألة المصداقية. فإذا كنت أنا تكونت واحد التكوين، يعني اللي هو نقدروا نربطوها عاوتاني بما هو اجتماعي، أنا غير كنتسائل معاكم الله أعلم، يعني أنا كنتسائلوا دابا هذه المسألة ديال التدني المستوى ديال الأداء. هنا كيفقد حتى داك المصداقية ديال التكوين. يعني فاش تكونت أنا خديت واحد الحاجة اللي هي فن وليا رسالة كنوصل بها بزاف الأمور. هاد مسألة المصداقية هي التساؤل ديالي، علاش كنلقاو هاد المسألة ديال تدني المستوى ديال الأداء ما بين الممثل ديال الممثل بين السينما والمسرح. التساؤل هو من بعد هو السبب ديالنا خصنا نميزو ما بين الأمور. أعطي آلك يقطع بها، فهمتني؟ أعطي آلك يقطع بها غادي تجيب كاميرا غاتورني في المسرح، ما مضطرش تعطيه هاد الآلة. خصو هو يبين ليك بلي راه عندو هاد الآلة خدام بيها، فهمتيني ولا لا؟ هنا فين كاين الفرق؟ سا ديبون على الرول اللي غادي نعطيو السيد في السينما. كاسكادور شوي هو إنسان أستاذ في لاكلاس، لكن كاختلاف المسرح هذا شنو كاين فيه كاسكادور؟ علاش متقولش؟ يعني ممثل ديال السينما كيبقى ممثل ديال السينما، لأن كما قلنا خصو يجي مكونات ديال السينما، هذا اللي خارج. لكن هزو نجيبو للمسرح، فهمتني؟ نهزو ونجيبو للمسرح، نعطيه مثلا أي دور، فهمتني؟ غادي نحطو مع مخرج آخر، السينما تخرج مع مخرج، مع مخرج، هذا هو اللي كيوقع
مسألات عندها متدنيه، ولكن الممثلين ديالنا كيديروا معاهم ديك الاعتباطيه يخليوهم بها. عرفتي انت كمهرج في المسرح دورو لكاك يضحكك، لما كيدخل السينما ولا كيدخل التلفزيون كيبقى مكارد نفس لاتو، كتجيك انت ردي العام ولا عايشينو عايشينو في الاشغال اللي كنشوفوها في الاعمال اللي كنديرو. اش واقع علينا؟ حنا كنشوفو بعين جهه وكنشوفو بعين اخرى جهه، هاد العين كنشوفو بها بهاد الجهه وهاد الجهه، فهمتي؟ عندنا شوفان دجاجه، كنشوفو المسرح كنشوفو الناس في المسرح وكنشوفو السينما كنشوفو الناس في السينما، ولكن الرابط المشترك راه هو مغير. يعني اش بغيت نقول؟ الرابط المشترك هو مغير، لان ملي كتهز ممثل كيما بغا يكون انا بالنسبه لي الفكره ديال الاستاذ حسن عطاري، انا عندي واحد الفكره مغايره بالنسبه للتساؤل ديالك الاستاذ ياسين. واحد القضيه، لماذا يختلف الاداء في المسرح من المسرح الى السينما؟ هناك اشكال كبير قد لا يلاحظه الانسان الا اذا كان متعمق او اراد ان يفهم، وهو ان الممثل كما قال الطالي، لا عفوا المشخص في المسرح كما قال هو لا يجب ان تخطئ، وذاك الممثل لا يمكن انه يشوه صورته في التشخيص المسرحي، لانه عامل هو احترافي، عامل احترافي، فانه يشتغل على العمل الاحترافي ثم يقدمه احسن حله الى الجمهور. ولكن في السينما لماذا ينخفض الاداء؟ لان الممثل قد يبيع صورته، يكون الممثل مثلا مشهور فيتهافت عليه المخرجون، لما يتهافت عليه المخرجون ماذا يفعل؟ يلعب مع صور، قد يلعب في الشهر مع سبعة مخرجين، في الشهر مع سبعة مخرجين يصور في هذا، يقوم بالتصوير في هذا المكان ثم يسافر ويقوم بالتصوير في مكان آخر. فنحن نعرف أن الممثل لا، إذا لم يكن تكون هناك نفسية مطمئنة وتكون هناك راحة نفسية وبيولوجية، فأي عمل كيف ما كان لا يمكن أن يقدم أو يعطي قيمة مضافة لأي عمل. هذا من أكبر المشاكل، أن الممثل عندما يكون مشهور فإنه يبيع صورته لمجموعة من المخرجين في وقت وجيز، مجموعة، إلا بعض الممثلين الذين لديهم مبادئ لا يقبلون تشويه صورتهم. لهذا فنرى أن مخرجين، وكيف المخرج هو منهمك، يسافر مثلا، هناك تصوير مثلا في سيدي قاسم فينتقل إلى مكان آخر. أنا في نظري أسير بغيت نسولو ونقول لي واش تشكيلي في المسرح هو تشكيلي في السينما. المهم عطفا على ما سمعت من عند الاخوان، غادي نزيح حتى انا بالراي ديالي في هذه الاشكاليه، ولو ان يعني الالمام ديالي بالمجال المسرحي والمجال السينمائي يعني هو ضعيف نسبيا، ولكن المهم هذا الراي اللي غادي نعبر عليه الان. اختلاف ما بين ممثل سينمائي وممثل مسرحي، يعني كنطرح واحد السؤال، واش هذا الاختلاف هو اختلاف بنيوي يعني متعلق بالبنيه ديال المسرح كمسرح وبنيه ديال السينما كسينما، او لا اختلاف فقط في الشكل، يعني اختلاف الادوات الى وين نقول. انا كيبان لي يعني المفارقه ما بين المسرح والسينما بحال المفارقه اللي كاينه ما بين صناعه تقليديه وصناعه عصريه، يعني الصناعه التقليديه كتاخذ وقتها، كتاخذ يعني واحد الاحترافيه، يعني ان الصانع التقليدي متمرس باش يخرج واحد العمل، كيكون داك العمل يعني متقن، كيبان العام على انه عمل يعني اللي كان فيه واحد المجهود وواحد وقت اللي تخسر عليه. ولكن ملي كندوزو للصناعه العصريه، هي صناعه من اجل الاستهلاك، من اجل غزو الاسواق، يعني كتولي
ما كتنتبهش يعني ما كتاخذش نفس الوقت نفس الجهد نفس التعب اللي خداه الصانع التقليدي باش قدم واحد العمل. هي شغل الشاغل ديالها هي الربح. السينما حتى هي ربما كذلك يعني لان هو تمثيل تمثيل ممثل مسرحي ممثل وممثل سينمائي حتى هو ممثل. فين الاختلاف كاين في ديك الطاقه اللي غتخرج من الداخل باش ان الممثل يتقمص الدور بحنكه ويؤدي يعني بحنكه وهو تصريف يعني انفعالات تصريف احاسيس تصريف مجموعه من 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 من, من, من الاحاسيس اللي كتطلبها الشخصيه اثناء العرض. يعني كياخذ وقته باش يبرور هاد الاحاسيس واحد اللوحه اللي هي معبره اللي تقدر تنال الاعجاب. ولكن ملي كينتقل للسينما كاين اكراهات ربما كيتشتت داك الجهد ديالو لان كاين اكراهات ما كاينش عارف تجسيد ديال الدور. كاين مثلا كيلعب فيه مثلا حتى المخرج باغي من واحد الحاجه معينه بحال مثلا المشهد كيتطلب مثلا في المكان ولا الزمان ولا الديكور يعني ما كياخذش واحد الحيز من الوقت ولا من سميتو باش يبلور داكشي اللي بغا. وانا في كيبان داك التدني اللي ربما هضروا عليه الاخوان وزيد عليه على انه الصناعه السينمائيه يعني من اجل الربح يعني كيكون داكشي غير المهم. كاين سينمائيين اللي كينتابوا لهذه المساله هذه وكيحاولوا على انهم يلعبوا على هذه الحوايج باش كيبان التمثيل ولا تقمص الدور بانه دور يعني حقيقي. واللي بغيت نقول هو انه الممثل المسرحي ضروري اللي ممثل سينمائي اللي فات منه المسرح هذا التدرج هذا هو تدرج طبيعي يعني الاغلبيه ديال الممثلين اللي في السينما ربما دازوا من المسرح في المرحله الاولى وعطاو. انا كنستحضر مثال ديال الممثله سناء جميل اللي خدات لقب ديال سيده المسرح العربي يعني كانت كتقوم بادوار مسرحيه غايه في الجمال ونجحت على مستوى السينما انطلاقا من بعض الافلام اللي كانت قامت بها يعني انها جسدت ادوار ديالها في السينما بداك الحموله اللي جايبه من المسرح الحموله ديال كيفاش كتقمص الدور كيفاش كتسرب ديك الاحاسيس في هذاك الدور. وكاين امثله كثيره. المهم انا كنظن بانه هذا التدرج ديال هو المسرح هو اب الفنون يعني قبل ما تكون سينما جات حتى من بعد السينما جات عاد باش تطور المسرح ربما يعني انا التمثيل كان من قديم الزمان كان ولكن السينما جات باش تعطي واحد الاشعاع اللي هو عالمي الى اخره. المهم هذا رايي وكنخلي الصحه صبر عندك شي ختام سمعتوا غادي نضيف واحد الاضافه هو كنأكدوا ديما على اللي كنطلبوا من المسرحي او الممثل في المسرح هو انه اي حاجه كيعطينا بالصدق كيعطينا بروح كيعطينا هو روح لديك الاشياء اللي دايره بيه. نعطيكم مثال دابا انا غادي نلعب دور شعله فيا العافيه واش غادي تشعل فيا العافيه فوق الخشبه بينما في السينما جي بو لان كاينين اللي يتمنوا انت فلان فهمني ولا لا. في المسرح ما تقدش تشعل فيا العافيه بينما في السينما لا كاينين لي موين. دونك هنا فين قلنا كاين كما قال الاخ صناعي بحال صناعه عصريه وصناعه تقليديه راه نزكيو كلامو باللي نقولو الصناعه التقليديه كتعطيك منتوج واحد من اي حاجه. سير عند مول البلاغي يصور لك بلغه واحده من واحد النوع قارنها مع الاخرى راه يصور ديفيرون. انت المورسو ديال الجلد اللي قطعتي منه هادو ماشي هو نفس المورسو اللي قطعتي منه فهمني شنو تقول لك. يعني هنا ناخذوا النفسيه وداك السخاء ديال الممثل ديك المرونه ديالو فهمتيني داك الانستينكت انيمال اللي هو فيه اللي كيخرجوا من البنادم تيردوا لواحد الروبو كتمكن فيه انت اللي بغا يعطيها ويزيدك ان سير بلوس. كاين حتى في السينما كتجيب واحد باش يدير لك شي دور ينقص لك غير هاد جوج طوابل تيقول لك هو زيدني جوج طوابل اخرين اسيدي انا ما نتريني على الصو ديال سيمتر بلا بيرش وعطاك حتى حاجه جديده للعمل ديالك فهمتني شنو تقول لك. يعني هنا
خذ اي ممثل من هادو اللي عندنا دابا دايرين الطوب وساكنين في داك الصندوق ديالها سميتو، شوفهم في الاشارات كي دايرين ما كتبقاش تحملهم. بينما ملي كون دايز في عمام مسرحي كتمشي تجري وتتكعز مع امك ومع بوك ومع خوك اولا ديك تفرج، ولكن ملي بغا يدوز في اشعار ديك الساعه ولا دايز في ان ايكرون بلو ولا ان ايكرون ولا مبروجيتي في ان ايكرون بلو. دابا لو كونتاكت هو اللي كيهمنا، نخليكم هاد الساعه الكونتاكت ديالك الكونتاكت ما بيني وما بينه هو ماتب قدامي ماشي بحال غايب عليا، لان في المسرح نقد نلعب معاه الا كان المسرح مفتوح على الجمهور، الا كانت لا بيس اوفيرت تكسير الجدار فهمني ولا لا، نقد غادي يجي يسلم عليا ونقد نرتجل معاه مقطع من حقه الا كان كابابل. السينما واخا منعش ما نقدش تتواصل نقد نسبق افكار واللي غادي يديرها ولكن نقرا المسرحية ما عمرين عادي نعرف الختيمة ديالها. السي حسن اذا هنا نقدروا نتكلموا على واحد المسألة ديال ان كاينة صناعة سينمائية وكاين صناعة الممثلين السينمائيين. بيان سي هذا المعنى اللي قلتي دابا اذا هذا الممثل اللي هو كتصنعوا ليا السينما كيبقى في اطار السينما، ولكن امتى نقدر انا نكتشف ولا نعرف المدى ديال القدرات ديالو ديال التشخيص والقدرات الداخليه لما ينتقل به الى الركح. ودابا نسولك واش 007 غتقد تجي نقول مسرح محمد الخامس ولعب بياس 3 راه ها هذاك مولف على با با لو كان بغيتي يلعب بياس بحال هادي خاص تحطو، لان ديك المره ما عرفتش شكون اللي كيناقش كيقول لك علاش ما تلعبش ادوار، بغيت تلعب دور لعب دور رجل حمل، لعب دور قاضي، لعب دور حكامة، هادو نعطي فيهم، ما نلعبش ديك دور آخر اللي أنا شخصيا ما مكاهلش ليه، إلا بغيتي تقول لك خاص تضرب تماما وترونسفورميني ليه، فهمتي شنو نقول؟ هذا هو اللي خصنا نفهمو، هاد الوليد دابا باقي صغير اي ديسيبلين دينا عليها وربينا عليها غادي يمشي فيها فهمني لك بالعكس السياسي باش دابا داك الشيء اللي هو كبر فيه وتربى عليه نحيدوه منه ونعطيوه شي حاجه اقل حتى 9 كيلو الى السمو طبعا ياك ولا لا ما كتسمعش التدني طري بيان. هاد السيد اللي في المسرح لما غتقول ليه راه غادي نحررك من بعض الحلول غادي نديك قدام شي شهر واخا غلط غنعاود واخا غلط غنعاود فهمتي ولا لا غدير هادي غنعاود ما بديتش نقول له زيد انا كلشي موجود ماكياج لا طاي هي ما تنساش غير شي استضافه لا هذا عنده ولا اخر ما عندوش باش ما يشدوش الوقت هذا ديال الصوره غادي يدير هو لاكسيون غتصور انت وغادي يخرج هو وغادي ترجع انت تكمل تاخذ الصوره ديالو والصوت ديالو. إذا هنا السي حسن كنوليو أمام صورة تفتقر إلى روح إلى الروح أو إلى إلى روح لأن محركها غير بالكاميرا وهنا هادشي كيتنافى مع 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 الرسالة اللي كيحملها المسرح على العاتق ديالها أو الفن ماشي المسرح قلت الفن عامة على العاتق ديالها السياسي ياك أنا ما كنقولوش شي حاجة حنا كان كندويو في شي حوايج اللي كيتوالدو حنا بدي هو الأستاذ راه ربما غادي يتبع أنا ولدت راه ولدي ما عمرو غادي يجي يشبه ليا وغادي قد يكون مطور أكثر مني نفس الشكل اللي وقع السينما مع التلفزيون كاين أستاذ ولا ما كاينش وجهة نظر لا وجهة نظر يعني السينما جات عبر المسرح فهمتيني اخويا انا شهدت اللي بغيت نقصد انا تفاعلوا معايا السينما جات ابري المسرح وجات باش تخرج العوالم مختلفة بينما المسرح كيهز العوالم كاملة ويدخلها لك عند الرقي راه 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 العكس راه فيها شوية تكومبريسي شي حاجة ماشي هي اكسبونسيها فهمني لا
باش تكومبريميها سي با لا ميم شوز تكون اكسبونسي. شوفو الاستاذ عنده شي تفاهم. يلا هنايا في هذه النقطه ديال هي ملي جات السينما الناس ديال المسرح او اهل المسرح عموما توجسوا نسبيا من ان تسيطر السينما وان تسحب البساط من تحت المسرح. المسرح الذي يعتبر قديما وتراثا انسانيا الى اخره، فتخوفوا بان ربما قيمه المسرح في المجتمع وفي الفنون عموما انها تراجع مقابل السينما اللي كتعتمد على الاثاره والابهار والجماهيريه الى اخره. لكن ما قدمته السينما للمسرح في مجال الاداء شيء كبير جدا، وانها كشفت على وفجرات طاقات كثيره في الاداء وفي التمثيل. فبالتالي الممثل اصبح امامه ليس فقط الركح او الخشبه، بل كذلك امام الشاشه او امام الكاميرا. امام الكاميرا، فبالتالي نعم تفتح امامه مجال جديد ديال الاداء، وبالتالي غنى المسرح ماشي انه سحب منه البساط، بل بالعكس ولينا كنشوفوا الان تجارب في المسرح، تجارب في السينما. وبغيت نوحد الفكره اخرى. نعم. انه ولات ولوج السينما الى المسرح ضمن المسرح، يعني هذا التقاطع ديال الفنون فساهم فيه السينما. يعني ماشي ونفس الامر اللي وقع مع التلفزيون، كذلك نفس الامر اللي وقع مع الراديو. قالوا ربما الراديو غيتراجع مع هذه الثوره التكنولوجيه ديال الوسائط، بالعكس فالاذاعه الان اشتغلت كذلك. بالتالي هذه الخصوصيه ديال كل فن او كل مجال القوه ديالو في ذاته ماشي في الاخر. فالمسرح قوي بالمسرح والسينما قويه بالسينما، فبالتالي ليس بالضرورة ان انجح في التشخيص او في الاداء في المسرح كيعني انني غنجح في السينما. معناها راه كل مجال عنده خصوصيه معينه وعنده تقنيات خاصه به اللي يمكن لناش انها ندير واحد المقارنه ربما نسبيا بعض الاحيان تعسفيه. المسرح تيبقى مسرح، الاداء بالتقنيات ديال المسرح، ولكن في السينما كذلك عنده خصوصيه، لانه راكم تجارب اكثر من قرن من تاريخ السينما، رغم انها بدات وثائقيه، ولكن راه راكمات هي تجارب. كاينين تجارب في الاداء امام الكاميرا مثل ما كاين اداء. اذا هنا سمحتوا لي ما غنبقاوش نهضروا على مساله الاداء، يعني الا مشينا في الطرح ديال الاستاذ ما غنبقاوش نهضروا على مساله الاداء، غنولوا نهضروا على واحد المساله سميتها لادابتاسيون. سكيفي واش غادي مادام غادي نقولوا ان لكل فن خصوصيته، السينما مسرح سينما، هنا الممثل ما يمكنش نحكم انا على الاداء ديالو حتى يكون امام واحد الفن كان في المسرح. دونك انا غنحاكمو بالقواعد وبالادوات المسرحيه. ملي غادي ننتقل للسينما غادي نولي كنحاسبو وكننتقد الاداء ديالو بناء على ما هو تقني سينمائي. دونك انا هو اللي هادشي اللي فهمت من التدخل ديال الاخ، يعني ما غنمشوش في الاداء. راه هي اللي قلنا راه كل مسرح عندها رجال. فوالا قلناها في الاول، يعني الاستاذ دابا واش انا غادي نستهضم وغادي ندير نقدم غاجودي ونقدم سهره كما كيقولوا. هو انا كنقولوا غاجودي الحلقه. لا سي با فاسيل، يعني المسرحي مسرحي والسينمائي سينمائي، غير هو الفنان التشكيلي توا بحال معنى الفنان التشكيلي. غير هو نقصوا حاجه، الانسان اللي عنده منطلق في المسرح وبغى يدخل السينما كتجي سهله، اللي عنده في السينما وبغى يدخل المسرح كتجي شويه صعيبه. علاش؟ لان راه قلنا بحال كاين واحد لا ديفيرونس ديطاج، هي فاش قلنا من المسرح نهزوا للسينما، خويا عبر عليها. السلام عليكم. من المسرح نهزوا للسينما يعني خصو لي زاستيس نعطيوهم ليه، بعكس من السينما نجم عالمي ونجيبوه مثلا يلعب لينا دور صغير في المسرح او لا دور ميت في المسرح اللي هو محكوم عليه باش غادي يأدي في واحد الوقت وجيز، ماشي في شهرين ثلاث شهور، لان فيلم كيجلس ثلاث شهور 10 في التصوير، مسرحيه فيها ساعه ونص جمعنا وطولنا فيها. فهمتوني؟ المده ديال التمارين ديالها راه كيدير بحق الممثل والفرقه بحق الوقت الا كانت مجتهده وكملت وتعاونت. هو بالنسبه للقضيه اللي قال حسن عطاري، بالنسبه اللي قال حسن عطاري ديال الفن، هو ليست هناك مقارنه ما بين الفن والسينما، ليست هناك مقارنه، ولكن كيبقى العمل السينمائي كما قلنا. حتى السينمائي كنشوفوا دابا مثلا الشباب في هذا الشيء ديال الديزاين
ولا الفوتوشوب ولا مجموعه من الاشياء اللي خدات تطور حتى هي ابداع. راه تبدع مثلا في الاخراج حتى هو ابداع وكيبقى عنده شعور. هو ما كانش مقارنه وما كانش اختلاف. انا بالنسبه لي غير بالنسبه لي الجاهزيه ديال الممثل الا كان مر من التجربه ديال التشخيص المسرحي تنفع السينما. لانني ياتيك مثلا ممثل ياتي ممثل مثلا انا مثلا عشت تجربه في التعليم الاصيل وكان واحد السنه قبل منا كانت تجربه ديال هشام بهلول وبقى ديك الصوره ديالو كاينه في المؤسسه ديال الثانويه ديال التعليم الاصيل القطاعيه. كان هشام بهلول في واحد التجربه مع استاذ درسني هنا استاذ محمد. البدايه ديال هشام بهلول كانت في المسرح المدرسي ديال الثانوي. المسرح المدرسي يعني حتى النجاح ديالو مع ان هشام بهلول في البدايه الاولى ديالو لم يبدا مع المغارب، بدا مع الافلام بالاليات ديالها والقواعد ديالها، فهي لها ابداع ولها وكذلك بالنسبه. ولكن احنا نتكلم عن كيف تستطيع السينما ان تستفيد من المشخص على الركح. كيف تستطيع؟ وبطبيعة الحال هي ستستفيد من المشخص على الركح. هذه بالنسبة مهمة. أما الإبداع على لاحظنا ما يسمى بالتناص داخل المسرح، دخول السينما إلى المسرح، مثل العروض التونسية الأخيرة في مدينة قرطاج أصبحت تشتغل بالسينما. يعني في مرحلة ما قد مثلا يصعد فيديو في علاقته بالممثل، أصبح هذا التداخل. أنا ربما تذهب إلى المسرح، لماذا؟ لأن التنشئة الاجتماعية، حتى التنشئة الاجتماعية حضور أفلام ولا حضور فيديوهات داخل الركح أصبحت كذلك يخلق متعة. لأن التنشئة الاجتماعية خلقت لنا ما يسمى بأن وجود ما هو بصري جاهز. لا، حضوره في المسرح أصبح مقبول. مقبول بالنسبة للعروض الأخيرة لتونس، بعض العروض قرطاج، بعض العروض مدينة قرطاج، لمخرجين أدخلوا الفيديوهات أدخلهم في المشاهد المسرحية. وهذه كنلاحظوا احنا بالنسبة لنا مهتمين بالمجال ديال التدريس الأفلام التربوية. إذا كان الدرس عبارة عن فيلم تربوي تلاحظ ان نسب لا تشتغل على الضغط بتاتا، تفاعل ونسبه التركيز تكون عاليه جدا. لماذا؟ وشكرا. نعود ياسين. الحديث هو ذو شجون، يعني كانت مجموعه من الافكار، مجموعه من الاراء حول هذا الموضوع ديال الممثل بين السينما والمسرح. وكفكره اللي خرجت بها انا هو اللي استقيتها من التدخلات ديال الحضور، هي مساله ان لكل فن خصوصيته. انا كنت كنهضر على مستوى تدني الاداء، يعني ما بين السينما والمسرح، ولكن التدخلات ديال الاخوان عطات واحد المنحى جديد، وعطات واحد الاتجاه اللي هو جديد، اللي هو ما يمكنش نحاكموا حنا هذاك الممثل او المستوى ديالو. ما يمكنش نحكموا عليه الا من خلال ما سيؤديه في كل فن. إذا كان في المسرح كيف ما قلت، هذه الفكره اللي خرجت بها انني غادي نحاسبوا على حساب الاليات والميكانيزمات المسرحيه. كان في السينما راه غادي نحاسبوا على حساب الميكانيزمات والاليات المسرحيه. اذا كان عندك واحد التعقيب دائما في نفس الطرح، هو انه كنظن كنعتقد على ان المسرح يمكن نعتبره مدرسه من اجل الاعداد المستوى. يعني كانوا بلا اخوان على
لك معايا كثير من المعنى ولكن تعتقد أن المطرح هو المدرسة لإعداد نفسي يعني من ما تجد تحمل في الموضوع لكن نفسي تمرس على الأداء في الإنساء على الأداء المطرحية وأن يرى هنا جدا في الإنساء السنة لما نشتغل لها مع هذا الأول وقعد بأي الاستغال يجب كانت سرعة في الاستخدام ويعطيه تعال مع الفيلسوف التنشئة الاجتماعية طرح المسألة ديال الوسائط السمعية البصرية والتي أصبحت توظف على الخشبة بمعنى هذه الوسائط هي قادمة من مجال تكنولوجي مجال سمعي بصري نجدها في السينما في التلفزيون أكثر ما نجدها في المسرح وهنا أهل المسرح كلما تحدثت عن إدخال الوسائط إلى الخشبة إلا وشعروا بنوع من الخوف نوع من الخوف على المسرح لأن يعتبرون أن هذه المسألة تنتمي إلى السينما وبالتالي بعيدة عن مسألة ديال المباشر والآنية في العرض المسرحي فبالتالي تم الرفض ديال هذه المسألة هذه دخول التكنولوجيا أو دخول الوسائط أو دخول الفيديو أو دخول الشاشات فوق الخشبة إلى رجعنا للتاريخ كنلقاو بأن المسرح كان دائما يستوعب المتغيرات المسرح استقبل الفنون التشكيلية المسرح تعامل مع الإضاءة قبل اكتشاف الكهرباء لم تكن هناك إضاءة فتعامل معها كعنصر جمالي بل فتح له آفاق في الفضاء المسرحي على الخشبة نعم استوعب الموسيقى الرقص المكياج الملابس يعني سماء الأمور القديمة أو أمور جديدة نفس الأمر اللي قلنا طويلة بالنسبة للمسرح تعامل مع السينما وفتح للممثل فضاءات جديدة للأداء بالنسبة لهذا توظيف هذه الوسائط الجديدة على الخشبة كانوا الناس ينظرون إليه كأن عنصر غريب يجب محاربته لا يجب أن يكون فوق الخشبة لأنه وهذا غننتقل للموضوع الرئيسي يؤثر على حضور الممثل جسد الممثل فبالتالي ستطرح السؤال هذه التكنولوجيا وهذه الوسائط ألا تؤثر أو لا تسرق بين قوسين خصوصية المسرح ألا تؤثر على مساحة تحرك الممثل فوق الخشبة فبالتالي اللي ما كيفهمش دور هاد الوسائط ما غيفهمش الحدود ديال التوظيف ديالها لأن خصنا نميزو ما بين عنصر جمالي أو مكون جمالي كما قلنا هاد الوسائط مثل باقي العناصر الأخرى وما بين المخرج أو صانع الفرجة لأن صانع الفرجة هو الذي يجب أن يمتلك القدرة على التوظيف فإذا لم تكن له القدرة على التوظيف الجيد لهذه الوسائط فغيفشل حتى مع الموسيقى كنلقى عروض فيها موسيقى عروض فيها مثلا الرقص فبالتالي ما نفس السؤال نطرحه على هاد العناصر الأخرى فبالتالي هذه الوسائط هذه بطبيعة الحال ما خصهاش تكون يعني مقحمة من أجل فقط حيز زمني يعني خص التوظيف ديالها يكون توظيف جمالي في حدود العرض نعم. ماشي فقط من أجل من ربما بعض الثغرات في العرض المسرحي وبالتالي كما قلنا التعامل ديالنا أو الرؤية ديالنا لهذه المسألة الوسائط خصها تكون نفس الرؤية الباقي العناصر الأخرى وإلا غتكون عندنا واحد نظرة مسبقة لهذه العناصر هذه وكاين تجارب عالمية دابا في ما يسمى بالوسائط تياتر ديجيتال بمعنى راه مشاو فيها كثيرة كذلك هذه الوسائط عندها دور في التوثيق هذه الأعمال المسرحية الآن دابا حنا جلسة مباشرة نعم كذلك تعريف الجمهور تعريف الجمهور بالفن المسرحي تقريب وتحبيب للشباب هذا الفن المسرحي عن طريق هذه الوسائط بمعنى راه الوسائط عندها واحد كما قال الأخ الجانب الاجتماعي خص يستحضروه الباحثين والمهتمين بهذا المجال ديال المسرح وعلاقته بالتكنولوجيا هذا إشارة مهمة بالنسبة للترشيد استعمالي ترشيد استعمال الأدوات التقنية في المسرح لأنه بطبيعة الحال غلبات هذه الوسائل التقنية فوق الخشبة هنا ينتفي المسرح بالتالي نتحدث عن اقتحام خصوصية الممثل داخل الخشبة أو داخل الركح أما إذا كان التعامل ديالها بشكل عقلاني معقلا فهنا تأتي كمتممة لجمالية العرض المسرحي
بمعنى ان حضور مثلا الفيديوهات هي مثلها مثل السينوغرافيا جزء من السينوغرافيا هي سينوغرافيا او اسمها سينوغرافيا لانها او جزء من السينوغرافيا لانها تعطي هذه العمليه تأتيت الفضاء بطبيعه الحال والأهمية ديالها مهمة غير راه بالنسبة لحضور الفيديوهات كعمليات مثلا كديكور ولا كسينوغرافيا ولا كجزء من السينوغرافيا كما تفضلت الأستاذ راه مهمة خصوصا احنا نحن أمام إبداع والإبداع هو أن تصنع من اللاشيء الشيء أو ما يسمى بالإتيان بالجديد إتيان بالجديد راه الجمالية الجمالية ديال أي عمل كيف ما كان سواء المسرح او فنون تشكيليه او السينما هو الاتيان بالجديد والانفتاح على التساؤلات تترك الابداع مفتوح للجميع لكل يبدع لان الابداع هو غير متاح للجميع بطبيعه الحال المبدع هو من استطاع ان يعمل لا يتكلم اما الغير مبدع يتكلم كثيرا ولا يعمل أما الإبداع فهو يتطلب كل هذه الأشياء الآن بعض المرات تجد يعني نقاد ينتقدون الإتيان بالجديد وعلى أساس أنك تبقى مثلا دائما تقوم مثلا أن تقوم بنفس الأشياء التي قام بها السابقون إنه الإبداع الحياة التيار الكلاسيكي التيار الحديث الحياة واحد النقطة الحياة تطورت بشكل حلزوني الإنسان خلق عاري الجسد ثم ارتدى الملابس ثم صنع السيارات ثم صنع الطيارات لأن الحياة تمشي بسيرورة تتطور هي متطورة بطبيعة الحال كيف المسرح أن لا يتطور ولا يبدع كل الإبداعات حتى في الشعر مثلا كانت لدينا المدرسة التقليدية نظام الشطرين القافية الموحدة لكن الشعر ما قيمته أصبح هناك الشعر أصبح حرا فأصبح الشعر حر ولا يخضع لخلال نظام السطر حتى المسرح في الإبداع والتطور تكسير الجدار ثم تقنيات جديدة استاذ ياسين راه تعجبه هذه الاشياء تفاعلا مع تدخل ديال واحد الاخ هنايا كيشير على واحد المساله مهمه اللي هي ضروره ان الممثل المسرحي ينفتح ضروره انفتاح الفنون الاخرى بمعنى ان تكون له درايه بالسينما ايضا لا يبقى حبيس الروح وحبيس المسرح هذه الاشاره تدابا راني خديتها مباشره من الاخوان المفعلين معنا من المنتدى العربي الاوروبي وهذه غتعجبك الاستاذ ضروره انفتاح الممثل او المسرحي على الفنون الاخرى ومن بينها السينما يعني يكون ملم بالتقنيات السينما باسم المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح اشكر جميع الحاضرين معنا وشكرا لانكم اعطيتمونا وقتكم هذا اغلى ما تملكون طبعا شكرا لاستاذ الفلسفه والشاعر احمد المخنت للفنان ايضا بدر والمخرج السينمائي ونادي مينيربيا وعضو المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح ياسين الخميشي لبدر الفوتوغراف وايضا للفنان التشكيلي يونس وشكر كبير لضيف هذا الصالون وهو الاستاذ كريم بابا خلاصه ولكن قبل اطلب منك لو تتحدث لنا قليلا عن موقع دراما موقع دراما ميديا ميديا دراما ميديا هذا موقع جاء تزويج لواحد المسار ديال البحث المسار ديال التكوين اللي حاولت ما امكن نمزج فيه ما بين الميديا الاعلام والدراما عموما او فنون الاداء فكان الشغل ديالي في المسطر على دراما اذاعيه اشتغلت انا على التجربه ديال الاستاذ عبد الله شكروت في الدراما الاذاعيه وكذلك بالنسبه لاطروحه الدكتوراه اشتغلت كذلك على الدراما والوسائط فهذا المسار هذا ديال البحث العلمي حاولت ما امكن يكون تيواكبوا واحد التجربه اعلاميه
اللي اسس من خلالها سنه 2012 موقع الكتروني سميتو دراما ميديا، انا كندير الاشاره. وهذا الموقع حاول يجمع ما بين الدراما وما بين الاعلام، وهذا هو الموضوع اللي كنا كنتكلموا عليه في الاخير الجزء الاخير، توظيف الوسائط في العرض المسرحي. معنا علاش؟ لان كان واحد هذا المسار ديال او هذه العلاقه ديال التقنيه مع الدراما اصبحت فرضا نفسها بشكل كبير. لا يوجد الان ممثل او فنان او اي شخص يشتغل في المجال الدرامي او الفني عموما لا يعود الى الجانب الاعلامي في الترويج او في النشر او في الاخبار بالاعمال ديالو. فبالتالي هذه الفكره اللي جات ديال تاسيس موقع الكتروني ذو طابع اخباري، ولكن موقع كيهتم بالمعرفه اكثر ما كيهتم بالبوز او بشيء من هذا القبيل. وشكرا مره اخرى للاستاذ نواف، شكرا للاخوان على هذه الفرصه للتعارف وجوه اكتشفنا هذا النهار. شكرا جزيلا لك استاذ مصلي زهير. كلمه للمنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح ولكل اعضاء على الصعيد العربي والصعيد الاوروبي الذين تابعونا مباشره. المهم انا سعيد جدا بتواجدي معكم في اطار هذا المنتدى، المنتدى العربي الاوروبي السينما والمسرح. صراحة يعني مبادرة طيبة من طرف الإخوان اللي عملوا على تأسيس هذا المنتدى محليا في مدينة الجديدة، أخص بالذكر يعني أخت نوال، الأخ أحمد الخميس، الأخ ياسين الخميشي. و يعني لا أملك سوى تنويه بهذه المبادرة، ومرة أخرى أنا سعيد بتواجدي معكم، ومهم سأحرص على تسجيل يعني مواعيد لاحقة لهذا الأنشطة ديالكم على أساس أن نتواجد معكم يعني باستمرار. أنت واحد مننا وصافي. أحمد يقول باسم مينيربيا هذه المرة. كلمة باسم نادي مينيربيا للثقافة والفن. باسم نادي مينيربيا للثقافة والفن وغرناطة الجريمة في مسرحية دوار الفلامينغو، أقول أن هذا المنتدى يعني أضاف قيمة لمنطقة الجديدة ودكالة قيمة، لأننا أصبحنا مثلا من خلال هذه اللحمة الشبابية والفنية والثقافية أصبحنا نقوم ب دردشة وحوارات شيقة، غنى ثقافي مهم هنا بمدينة الجديدة، وشيء جميل أن تنفتح على العالم الأوروبي وخصوصا مدينة ثقافية ومدينة سينمائية كبيرة وهي مدينة باريس، أن تعيش معك الحدث من مدينة الجديدة شيء جميل ورائع. وما يمكن أن أقول هو أن نزيد من هذه الوتيرة، لأن الغنى الثقافي هو يعني غنى لا يموت ويجعلك تتمتع وتعيش في ديمومة البحث والتعمق، التعمق الفلسفي بطبيعة الفلسفة هي سؤال إشكالي مفتوح، لذلك إذا أعطيناه الكلمة ستبقى مفتوحة مثل سؤال الفلسفة. الآن أعطي كلمة لياسين الخبليشي. وهل هناك شيء يقال بعدما قيل؟ بدوري أشكر المنتدى العربي الأوروبي على المتابعة، أشكر كل حضور الذين أغنوا هذا النقاش الذي تمحور حول الممثل بين السينما والمسرح. أضرب لهم موعدا في الصالون الرابع إن شاء الله مع موضوع آخر وضيوف آخرين. أشكر الإعلامي نوال شريف على التغطية وعلى هذا التقديم الجميل. أشكر كل الفنانين التشكيليين الحاضرين بقوة، والفوتوغرافيين ايضا كيتعتبروا فنانين تشكيليين. لا بدر فنان تشكيلي، فنان تشكيلي، ويونس كذلك فنان تشكيلي، كلشي كلشي كلشي. اذا كنشكروا الجميع ونضرب لهم موعد ان شاء الله في
الصالون القادم. شكرا جزيلا ياسين الخمليشي، وتحية لكل أعضاء المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، ونضرب لكم موعدا جديدا مع ضيف جديد. ولأحرق المراحل سأقول أن ضيفنا في الصالون الرابع هو دكتور كريم بابا في موضوع الجمهور والسينما، الجمهور والمسرح، وتحياتي للجميع.